الآن الأرقام الرابحة لمليون دولار في اليانصيب. هل أنتم جاهزون؟ الأرقام هي 11، 18، 20، 73، والرقم الإضافي 9. هل قررت ما الذي ستفعله بثروتك؟ أيها الفار، ماذا عنك؟ سيد فار، ماذا عنك؟ هيا، مؤكد أنك لديك أفكار. يمكنكما الحصول على سيارات عطلة، يمكنكما حتى ترك هذا المنزل القديم وشراء منزل آخر، ويمكنكما بناء منزل لكل واحد. أنا أكيد أنك ستبدأ ببناء منزلك. أولاً عليك أن تدفع نقداً لقاء الخدمات، 50% كتأمين و50% من الأجرة لنقبل مالاً من قبط. حسناً يا شباب، المال معنا فلنعمل. صباح الخير يا سيدي، نحن جاهزون لنبدأ. نريد أن تدفع لنا المال قبل أن نبدأ البناء. القهوة، الحلوى وهدايا خاصة، كلها على حسابك. شكراً.